فضيلة الشيخ عطية، يحرص بعض الناس حرصا شديدا على عقد القران في أحد المساجد، ويصر البعض على بعض المساجد التي بها أضرحة، فما رأي الدين في هذين الأمرين؟ روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قال الترمذي: حديث حسن، وضعفه البيهقي. عقد النكاح بالمسجد مظهر من مظاهر إعلانه، وكذلك ضرب الدف عليه، وذلك أمر مشروع، وأقل درجاته أنه مباح وقيل سنة، وكل هذا إذا لم يترتب على عقده بالمسجد أمر محظور كإخلاله بحرمة المسجد أو التشويش على المصلين أو حضور جنب أو حائض أو إخلال بالآداب الاجتماعية كاختلاط الجنسين أو كشف ما يجب ستره أو غناء مثير أو غير ذلك، وكل المساجد تستوي في هذا الحكم، لا فضل لأحدها على الآخر، ولا شأن لمن دفن فيها أو قريبا منها في مباركة هذا العقد، فالأمر يدور على الإشهار والإعلان في الأماكن التي يكثر فيها اجتماع الناس، وكانت المساجد إذ ذاك هي أحسن فرصة لذلك، والله أعلم.